بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد فان من اسباب نجاه العبد يوم القيامه ان يكون قلبه سليما وان ياتي الله بقلب سليم فالقلب يمرض كما ان الجسد يمرض فعندما يمرض الانسان يذهب إلى الطبيب كي يعالجه، وكذلك القلب يعتريه بعض الأمراض أو كثير من الأمراض، فإذا مرض القلب فيجب على الإنسان أن يذهب إلى الطبيب كي يعالج هذا القلب، وأطباء القلوب هم العلماء وأولياء الله تبارك وتعالى الصالحون فهم أدرى الناس هم اعلم الناس بامراض القلوب وامراض النفوس لذلك القلب السليم هو الذي ينجي العبد يوم القيامه يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لذلك القلب هو ملك الاعضاء وسيدها فاذا صلح القلب صلحت باقي الاعضاء واذا فسد القلب فسد او فسدت باقي الاعضاء يقول نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لذلك اهتم الشرع الحنيف بالقلب اهتماما بالغا لماذا؟ لأن عليه أو لأن القلب هو محط نظر الله ورضاه فالله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى الأيدي او الاعين او الارجل او الراس يقول نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ويقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فما هو القلب السليم القلب السليم هو القلب التقي هو القلب النقي لا غل فيه ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء ولا كراهيه ولا عجب ولا غرور ولا احتقار الناس وهذا هو الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث عندما سئل اي الناس افضل من هم افضل الناس يا رسول الله فكانت اجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب؟ فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التقي النقي الذي عنده تقوى لله وفي قلبه نقاء. القلب التقي النقي لا غل فيه. ولا حسد لا بغي فيه ولا غله ولا حسد وهذا الصحابي الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثه ايام متواليات بقوله يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه فيخرج الصحابي مغمور بين الصحابه لا يعرفه كثير من الصحابه وعمله ليس بالعمل الكثير لحيته تقطر ماء علق نعليه في يديه فيصلي ركعتين ثم يذهب فخرج وراءه عبد الله بن عمرو بن العاص وجلس معه ثلاثه ايام فلم يره يعمل العمل الكثير وعندما انتهت الثلاثه ايام قال يا هذا لقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في حقك يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه وتطلع انت الرجل فما الذي تعمل حتى بلغت هذه الدرجه فقال يا هذا لا شيء غير ما رايت الا اني لا احمل لاحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هذه هي التي بلغت بك يعني قلبه لا غل فيه ولا حسد هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق فينبغي علينا أن نصفي قلوبنا من الأغيار ومن الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن الغرور حتى يكون القلب سليما وحتى ننجو يوم القيامه فنسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل قلوبنا متصلة بذكره ومنورة بنوره انه سميع قريب وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد واله وسلم الحمد لله رب العالمين.